بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة الرابعة، عمارة عربية للصف الخامس، معماري قسم هندسة عمارة. نكمل ما تطرقنا إليه في المحاضرة السابقة حول المشاريع العربية التي فيها نوع من الموروث وفيها اتصالية ما بين التراث والمعاصرة. نأخذ برج الدار المستدير في أبو ظبي بالإمارات العربية للمعماري مروان زغيب. تم تسليم المشروع في 2010. حاز على أفضل تصميم مستقبلي ومن أبرز المعالم العربية المعمارية الحديثة. يبلغ حوالي ارتفاع 120 متر. يعد مبنى الدار أول مبنى يكتمل في منطقة الدانة في مشروع الراحة التجاري في مدينة أبو ظبي، ويتمتع المبنى الدائري بموقع فريد على الطريق السريع. هنا هذا هو الطريق السريع، فهو يقع على موقع الدانة على الطريق السريع اللي يربط أبو ظبي بدبي والإمارات. يستفيد المبنى من شبكة النقل الحديثة التي تتضمن تشكيلة من وسائل النقل البحرية والبرية والحديدية بما في ذلك القاطرات. فكرة المشروع: الانطلاق من الشكل الهندسي الدائرة. فإذا أول فكرة للمشروع هي الانطلاق من شكل الدائرة. شكل الدائرة يعني ما يتغير شكله من أي لقطة منظورية. فإذا فكرة المشروع مستوحاة من الدائرة والفضاء. الشكل المستدير يعود إلى طولوس في المعبد الروماني القديم، كان هو دائري. فإذا شنو هو الشكل الدائري بالعمارة؟ تعتبر الدائرة رمزا للوحدة والاستقرار والعقلانية، وأيضا رمز للانهائية، يعني الشيء الذي ليس له بداية ولا نهاية. يمكن أن تعني الكمال بنهاية المطاف. الدائرة شكل هندسي وتحصر مساحة معينة لتحقيق الاكتمال. بدأ زغيب على الأشكال الطبيعية والتوجه الصحيح ومفهوم الانتظام. استمد زغيب فكرته من الصدفة البحرية التي لها معنى عميق في أبو ظبي وتراثها البحري، بالإضافة إلى الرمزية في الشكل المستدير. وتخيل دائرتين هائلتين وتغطيتهما بشكل مقوس بين الطرفين. فإذا هي هاي الفكرة اللي صارت عنده، إنه مثل المحارة، لأن أبو ظبي مثل ما تعرفون مدينة بحرية ويعيشون الصيادين على مهنة الصيد. زين، فإذا هاي الفكرة تم تنفيذها. زين، فنشوف استغل فكرة انه النسبة الذهبية بالنظام لادخال مفهوم الكتلة المستديرة الهائلة الى الحياة. يجب اثبات قضايا الاستقرار البصري وتحقيق الانسجام والديناميكية حتى يكون المشروع منطقيا وموجودا على الواقع. فالتحدي هنا كان في إيجاد نقطتي الارتكاز حتى يكون المبنى مستقرا على الأرض. ولتحقيق هذا تم تطوير الحجم باستعمال أقدم القواعد في الهندسة المعمارية، قاعدة النسبة الذهبية. النسبة الذهبية ليست مجرد نسبة جمالية ومحط انتباه الفنانين، بل هي مبدأ كوني وموجود في الطبيعة، حيث نجد هاي النسبة في جسم الإنسان وأجسام الحيوانات والنباتات. فإذا النسبة الذهبية هي النسبة المقبولة بالعقل والعين الإنسانية، وتعكس أبعاد المعبد اليوناني. شوف تطبيق النسبة الذهبية في جسم الإنسان. فإذا عند تطبيق قاعدة النسبة الذهبية على الواجهة المستديرة، أصبح بالاستطاعة تحديد نقطتي ارتكاز المبنى على الأرض. التفسير: الدائرة المحيطة بنجمة خماسية نعبر عنها بجسم الإنسان. نقاط التقاء النجمة والدائرة هي خمس نقاط: الرأس والأطراف الأربعة. وبما أن الإنسان يرتكز على قدمين،
فستعتبر النقطتين هما ارتكاز المبنى على الأرض. وضعت هاي القواعد حتى تأسس المبنى. شوفوا هنا الواجهة، واجهات المشروع، يعني من نشوفها بهالاتجاه العرضي راح نشوفها مثل الصدفة، بينما بالاتجاه الأمامي كرة كاملة بها تقسيمات على الواجهة، هاي مأخوذة من النسب والتناسب في جسم الإنسان. مسقط الطابق المتكرر كان هيجي، هنا الحركة العموديات 4 1 2 3 4، ومنا يعني مناطق الأوفيس بيلدينج اللي بيها. نأخذ مشروع آخر، فيلا عرفة للمهندس المعماري فارس في عمان الأردن. تستند أصالة هذه الفيلا وتفردها إلى تغيير تصوراتنا إلى نظرة جديدة وفريدة من نوعها، مغايرة للصورة السائدة المعتادة للبيت الأردني. فالواجهات الحجرية والمداخل الضخمة وديكورات الأعمال الحديدية هي أمثلة قابلة للخصائص السائدة في المباني الأردنية وخاصة الفيلات. لذلك حولت هذه الطرق العصرية الحديثة في التصميم المستخدمة في فيلا عرفة، هذا المنزل الذي يقع في الضواحي الهادئة لمنطقة الفحيص في مدينة عمان، إلى بنية ملحوظة بين المباني المحيطة بها، وهذا ما يسمى بالتجريب والتنوع. يلاحظ بالنظر إلى أن قطعة الأرض المختارة تميل مع مناظر جبلية طبيعية خلابة، لذلك تم التركيز على الاستفادة الكاملة من المنحدر الموجود، والهدف الرئيسي من ذلك تمثل في خلق تجربة شخصية يومية تعكس أسلوب حياة مالكية. وتم تحقيق ذلك من خلال خفض الكتلة كاملة في المنزل إلى الأسفل، بحيث يبدو الطابق الأرضي غارقا في الأرض، يعني الطابق الأرضي ما يبين من الواجهات زين، وللحصول على خصوصية أكثر. والفيلا تميل إلى الشمال للحصول على الإطلالة والاستفادة القصوى من التعرض الجنوبي للشمس. فإذا فكرة المشروع مستمدة من التأثير البيئي للموقع، يعني استفاد من الاتجاهية للشمس والموقع والتضاريس والإطلالة اللي تتميز بها هاي الفيلا. نشوف المخططات مال هاي الفيلا. تتكون الفيلا في مجملها من جزئين، الأول عام ومسقطه المفتوح في الطابق الأرضي يعكس الجوهر الحقيقي والنهائي للهندسة المعمارية الحديثة، فيما يوضع الجزء الخارجي في الطابق الأرضي النقاء والشفافية عبر طبقة بيتونية رمادية ناعمة تتناوب مع لوحات زجاجية كبيرة تغطي معظم الجدران. فإذا هذا هو المخطط الطابق الأرضي، يكون بفويدات مفتوحة، وبالرغم أنه هذا الفراغ الداخلي مفتوح بدون وجود جدران قاطعة أو وجود وظائف عديدة زين، فتم تسويته بعناية في مناطق تستلزم الطراز الحديث. أما الجزء الآخر فهو خطي وأكثر خصوصية في الطابق الأول، يعني شوفوا هنا الطابق الأرضي مفتوح على فويدات، بينما مسقط الطابق الأول كان متوجه خطي. شوفوا الواجهات مالتها الخارجية تكون بها فتحات قليلة، فإذا استطاع المعماري أن يسوي الـ inward looking. شوفوا هسه هنا الطابق الأول فريدا من نوعه، فبالتالي فيلا جديدة هو نظام إكساء الواجهات المبتكر، حيث اللونين البني والبيج ليس من ألوان التقليدية بالنسبة للإكساء الخارجي للمباني الحديثة في الأردن، لأن أنتم مثل ما تعرفون الأردن عندها الحجر الأبيض اللي معظم البيوت السكنية تتغلف به، فهنا جاب لون البيجي واللون البني. على الرغم من الحقيقة أنه بسيط جدا، فإن وضع كتلة فوق الأخرى هو الذي أحدث الفرق.
زين، يعني الأرضي مفتوح، شوفوا هنا الدرج شلون ده يصعد ومفتوح، والطابق الأرض الأول يكون بشكل خطي. يربط هذين الطابقين الاثنين في الفيلا باستخدام السلالم الداخلية المصممة بشكل جيد، أي بمثابة ضوء لضمان إضاءة ثابتة في جميع الطوابق. فتعتبر هاي الفيلا من الفلل الحديثة نوعة ما، وجلبت تكنولوجيا متقدمة. ناخذ المثال الآخر، مجموعة The Six سكن للمعماري في الكويت، المعماري المشرف فهد الحميدي. هو بيت سكن للمعماري فكر في بنيدر، منطقة بنيدر بالكويت، والمعماري المشرف على الإنتاج هو فهد الحميدي، أكمل بناءها بال2010. نقلا عن المعمار، يتألف هذا المشروع من 6 منازل، لأن هي مجموعة مو جسمه، فإذا مو بيت واحد، 6 منازل منفصلة متماثلة تقع في بنيدر بالكويت. تصميم هذا المشروع يتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى اشتملت على منزلين تم انتهاء من بنائها، وبعدين بال2010 بمساحة 700 متر. بقية هذا تكنسلت بناء على طلب العميل، فإذا بس أكو وحدتين هي اللي تنفذت من هذا المشروع. لاحظوا المخططات مالتها طولية، وحتى الواجهات أكو عندكم واجهة قصيفة طويلة، فالواجهات تتكون بشكل رئيسي من 4 واجهات مكشوفة تماما إلى الخارج من خلال الواجهتين الشرقية والغربية، ومغلفة بجدران بيضاء من الجهتين الشمالية والجنوبية. فإذا هذا التصميم يعكس العلاقة بين الصحراء والبحر. هو شنو يعني الفكرة الأولية؟ أنه يستفاد من طلة الواجهات على المنظر الخارجي. الفراغات الداخلية أنيقة ومعاصرة ومتماشية مع تصميم المنزل الحديث. جميع عناصر الإضاءة ذات تصميم تقليدي، يعني استفادت من وضعية الشمس واتجاهاتها وانعكاساتها. شوفوا شلون استغل انه وجود بعض الشبابيك لإقامة لوفرات لها حتى يمنع بعض الإضاءة المزعجة ويسمح بدخول الإضاءة الثانية الطيبة للبيت. المثال الآخر، مقر شركة CGM للشحن البحري في بيروت للمصمم نبيل غلام. هاي البناية تعتبر كمحفز للتنمية المستقبلية للمنطقة، زين، فهو بني حساسا، يعني بيئي حساس للبيئة مع محيطها المباشر، فإذا نعتبره من الأبنية الذكية. يوجد 3 موشورات زجاجية معتنى بتفاصيلها، تتقاطع مع ألواح الأثيريوم القابلة للانزلاق عن بعضها البعض لخلق آلة فعالة للعمل فيها. الموشورات تتبع مفهوم التصميم العقلاني الذي يسمح لأكبر قدر من الكفاءة والمرونة في تخطيط المساحات. كان التصميم الإنشائي حكيما جدا من حيث وضع مواقع الأعمدة، بحيث يكون هناك 81% من مساحة أرضية واضحة تقريبا من دون أي أعمدة تعرقل اتجاهات النظر أو توزيع الأثاث، في حين يقدم المبنى خط منحوت بشكل مميز، فإن جميع مساحات المكاتب منظمة حسب شبكة تخطيطية قياسية، يعني موديول، مما يتيح توزيع الجدران الداخلية والأثاث والتجهيزات بسهولة أكبر. يعمل المبنى باستخدام مستوى عالي من الاستراتيجيات البيئية. تم تصميم مساحة المعرض في الطابق الأرضي حول جدار مائي مذهل بطول 40 متر، وتعكس تموج إطلالات نحو الشارع من المدخل اللوبي، معززا بذلك جو الصفاء، ومساعدة على إنشاء تراث بحري للشركة في الوقت الذي تساعد فيه على تبريد المكان. فكرة الواجهات المبتكرة
تشكل عناصر تظليل على الواجهة الجنوبية الغربية، لأن أنتم مثل ما تعرفون إحنا مناخنا يكون حار جاف في الصيف وبارد ممطر في الشتاء، فإذا الواجهة الجنوبية الغربية لازم نظللها ونفتحها منين؟ من الجهات الشمالية والشمالية الغربية باستخدام زجاج انتقائي يقلل من الكسب الشمسي، فهذا الزجاج يسمح بدخول نوع من الأشعة ويمنع النوع الآخر. شوفوا هسه هاي اللوفرات اللي بالواجهة. زيادة التشميس بالنهار من خلال الواجهة الزجاجية يقلل من استخدام الكبير للإضاءة الاصطناعية. أنابيب الألواح الضوئية اللي تجمع الطاقة الشمسية تغطي السطح كله وتسخر أشعة الشمس بالتسخين المياه والحمامات والمطابخ ودعم الكهرباء أيضا. فشوفوا ايش قلت، البلان بسيط بس هي التوجه شنو؟ التوجه بالواجهات، هي هاي فكرة المشروع النهائية. شكرا جزيلا، نلتقي بالمحاضرات القادمة إن شاء الله.